السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة لندا دي زيت من باريس تحييكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت نجاوب الكومنتات والتعليقات اللي في سابق الفيديوهات كتبوا لي أنه الميغريات يتزوجوا مع الكحالش ويبخيفاغ، يعني يخيروا يختاروا الكحالش يتزوجوا زعما بالكحالش وما يبغوش يتزوجوا مع أولاد بلادهم، مع العرب، مع ولا القبائل، ولا يعني فغيمون. دونك انا جيت باش نجاوب، جو ريسو هاد لي كومونتير، وانا باش نرجع لكم باللي جميع اللي كتب لي باللي الميغريه بريفير الكحالش، نقول لكم سي اون رومور، هذه مجرد اشاعه، هذه مجرد اشاعه وهضره زايده فارغه بلا فايده. الناس ولات تهضر برك، واش لقات ولا الناس ولاو يسمعوا هذا ويهضروا الاخر وخلاص، وماشي كامل الناس كيف كيف. غير باش نقول لكم، تيجوا تقولوا على الميغريات باللي يبريفيرو الكحالش، نقول لكم هذه ما كاش منها. الميغريات بريفيري تتزوج مع وليد بلادها، المهم لي بارون ماذا بهم لو كانت تتزوج بنتهم مع وليد البلاد، مع واحد يكون يعني وليد بلادها واصلها وفصلها وجاين يعني من بلاد وحده، خير باسكو يتفاهموا في العقليه ويروحوا يعني ديستيناسيون، كيروحوا فاكونس يروحوا دي بلاد وحده اللي هي بلادهم وحده، عندهم تاريخ واحد، عندهم تراث واحد، عندهم تقاليد وتاع عادات وحده، كي يلعب بالماتش راحين يسيبورتو بلادهم في زوج. فوالا دونك كلش يعني متفاهم هذه النقطه، راناكم فهمتوا. ولا يعني لي بارون، يعني لي بارون الا زعما ما كتبش ولد البلاد ولا ما جاش مكتوب تاع ولد البلاد، ولا يعني تقدم واحد يكون عربي من اصول عربيه من غير البلاد نتاعها، حنا نقولوا نشرطوا المش لي بارون يشرطوا انه يكون مسلم، يكون مسلم يشاهد شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله ويوحد التوحيد كما حنايا. فوالا نجاوب نقول باللي هذوك اللي راهم يقولوا باللي الميغريات زعما ويجبدوا عليهم شغل يدير لهم تيكيات يقولوا باللي يبريفير يتزوجوا بالكحالش، نقول لكم باللي ما كاش منها وخرطي وماشي كامل، ماشي كامل العكس، كاين اللي هي مستحيل يعني تتزوج، ماشي تنمر وماشي غاسيزم، بصح عقليه الكحالش وعقليه يعني لي زافريكان نهضر بكل صراحه سوفاج، هما سوفاج وثان عقليه نتاعهم بيزار، وثان روتار دي في عقليتهم بزاف بزاف متاخرين في عقليتهم. وهذه انا هنا انا في فرنسا ونعرفوا واش كاين، انا سواء نتلاقاوهم الناس هذو في يعني في الخدمه سواء، ولكن انا ما نتنمرش اي جو سوي با راسيست، وايضا جو نو ديتاست بيرسون، يعني كيما هما كيما انا عباد، بصح كي تجي في الزواج وفي التلاحم وفي زعما النسبه وكلش هذه مستحيل. انا الحمد لله بنتي ما راحش ترضى، عمرها ما راح ترضى بواحد زعما من هذوك يعني كحالش، نقولوها هكا بكلش، ماشي على اللون، ماشي على اللون، اللون لا علاقه، اللون لا علاقه، ماناش نهضروا على اللون ولا على، نهضروا على هما سي فري سي دي سوفاج، يعني تاع دبزه تاع مشاكل تلقاو نساوهم، هذوك اللي يديروا يعني الشعر الزايد ويديروا الشارتين ويديروا اسمه ويديروا ودي سوفاج، تلقايها مراه سوفاج وخلاص. المهم فوالا دونك هذه هي. سينو هذو ما يقولوا على الميغريات، يهضروا يهضروا على الميغريات، نقول لهم انتم في البلاد نسيتوا نهار اللي شنوا نهار اللي جابوهم يخدموا ومن بعد عرشوا في الجزائر ومن بعد انصطالوا ومن بعد ولات الجزائريه تتزوج مع الشينوي، نسيتوا هذيك تتزوج بالشينوي ما عندها باسكو عندها عنده دراهم بزاف باسكو مرفه باسكو وتروح معاه لا تقبل تروح معاه لاشين وتقبل تروح معاه وين بغى. دونك فوالا قال لك بزاف كاين اللي مستسلموا، يعني شينوي يستسلم دخل في الدين، وكاين حتى شنوا ولاو يهضروا العربيه، بصح راهم في البلاد وتزوجوا مع شنوا بزاف ماشي شويه، جوست باسكو عنده دراهم وباسكو هي ما راحلهاش الا هما من ذوي البشره الصفراء ولا. وكي تجي تهضري يقول لك تنمر، ماشي تنمر، انا نهضروا الواقع. ونسيتوا نهار جا المسلسل تاع باش نفكركم، ما باش زعما تيري لي تيري عليك، هذه هي. دونك كي تهضروا تشطروا تهضروا على الزماكره انا حتى نعرف نهضر، دوكا هذا ماشي كامل حاشا يعني نهضر اللي كتبوا لي لي كتبوا لي كومونتيرات. تشفاو نهار اللي بدا لي يلعب مسلسل تاع الترك مهند اللي نسى كامل تاع الالجيري حكمتهم لاطونسيون، تشفاو نهار اللي نهار
نهار نسا كامل من الواحد ما عندهم هذيك الوقت، هذيك الوقيته نتاع اللي قايلوا فيها، يقابلوا هذاك التلفزيون ويقابلوا هذاك المسلسل تاع العشق الممنوع ويقابلوا هذاك مهند المصفار السلوم هذاك الطاويلو، ما نسيتو دالهم عقلهم كا نهار اللي يبقاو يشوفوا ملاصقين عينيهم ما يبوجوش، مومو نتاعهم كاع ما يبوجيش ما يتحركش، نسيتو اللي كانوا يحلموا يغيف مهند. مهند دالهم عقلهم في الجزائر، وثان نهار اللي ولاو من بعدها ولات على مود، ولاو يتزوجوا مع تراكا، وزوجوا مع تراكا، ومن بعد يروحوا للترك، ومن بعد التركي يعجب بهم، ومن بعد بيان سور يروحوا يقول لك باللي ما بغاوناش وما قبلوناش. التركي عمرك ما راح يبغيك، عمر الترك تراكا. انا ديجا انا كانت عندي صاحبتي التركيه من اسطنبول، باش نقول لك باللي التراكا مالغريتو يبريفيرو نتاعهم، يبريفيرو اصلهم، يبريفيرو ولاد وبنات بلادهم. انا ديجا كانت عندي صاحبتي من اسطنبول، كانت صاحبتي حبيبتي كي اختي، نهار اللي جات صاحبتها من الترك لفرنسا، انا كلي يعني وليت في خبر، كان وليت ما نكزيستيش، وليت ماشي صاحبتها كامل، بريفيرات بنت بلادها صاحبتها كو انا. انا من بعد عرفت بلي انا الجيريان جزائريه. فوالا دونك هادو هما التراكه. باش نقول لكم بلي التراكه اون جينيرال لو كان يجوا للصح هما اصلا يبغوا يهضروا لغتهم بيناتهم، وعمرهم ما راح يقبلوا بالجزائري ولا بواحد اخر كيما يقبلوا بولاد واصلهم وراستهم وعرقهم ودمهم ولحمهم. وهذه راني انا نشهد عليها وانا مسؤوله واتحمل مسؤوليه واش راني نهضر، باسكو سي لا رياليتي اي سي لا فيغيتي. دونك تراكا يبريفيرو توهم، هذه هي، عمرهم ما راح يبغوك تاع الصح ولا راح يديروك زعما في حجرهم ولا جامي جامي دو لا في، سي با بوسيبل. فوالا وشناوا على بالكم، عندهم التقاليد نتاعهم وعندهم يعني شناوا متربيين ومتخلقين ومثقفين وكلش. بصح الشنوي صح يدخل الاسلام، اللي دخلوا الاسلام دخلوا الاسلام عادي عند ربي حلال، لان الجزائريه كي تتزوج مع المسلم واي واحد يستسلم راه حلال عند ربي، المهم هو الحلال عند ربي. مام المجتمع زعما يقدر يعني ينتقد. ف كما قلت لكم انه انا بالنسبه لي ساكول با، بالنسبه لي انا لست لن اتنمر ولست متنمره وما عنديش، انا جو سوي با راسيست، انا ماشي عنصريه، انا انسان. بصح وشنو كي تجي في الزواج جو بريفير واحد يدي من بلادو خير احسن، باسكو ديجا الواحد كي يتزوج مع وحده ماشي بنت بلادو، ولا واحد يتزوج مع وحده تتزوج مع وحده ماشي وليد بلادها، كيلعب الماتش، هي تسيبورتي بلادها وهي تسيبورتي بلادو، ولا يعني الكوب اللي ما يكونوا من اصول يعني مختلفه، ما يقدر يصرى تشاحن ويقدر تصرح تاع عداوه، يقدر تصرح تطلق على جال كره القدم كره الجلد. وثان فوالا دونك يصاوب بزاف صوالح، وخطرات هي تهدر تعلم ولادها اللغه نتاعها وهو يحب يعلم ولادو اللغه نتاعو، ومن بعد ما يتحاملوش وما يتفاهموش وكل واحد يولي يفضل اللغه نتاع الاخر. راهم غير في الجزائر بين القبائلي والعربي، كي تكون قبائلي مزوج معاها عربيه، القبائلي هي اول سي يعلم وليدو باغ اكزومبل القبائليه ويقول له انت لازم تهضر القبائليه، وانت قبائلي ولا عربي؟ يقول له انا قبائلي. والعربيه تقول لازم تهضر العربيه، انت عربي ولا قبيلي؟ لازم تقول عربي، يقول انا عربي. دوك الطفل يقسموه 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 كيما الكاطو، ما يعرف روحو. بون سي سي ميلونج دو كولتور، حنا ميم في بلاد تاعنا كاين العنصريه وما بالوكا. دونك هذه هي باش نفكركم فقط على الصوالح اللي قلتو. ياه ولا شنا قلنا؟ فوالا دوك ما زيدوش الانسان اللي يطول لسانه على بنات على زي الميغريات، باسكو الميغريات متاصلات ومتخلقات ومتربيات ويحشموا وفوالا. ما تنساوش بلي الميغريات عندهم باباهم ويماهم عرب ثان، وما تنساوش بلي كبروا في البلاد، وما ملي ما كبروش في البلاد عندهم الاصل وعندهم عليهم من يحشموا وفوالا. دونك الواحد ماشي واحد عايش في اوروبا خلاص خلاص حال، ولا نو عايش انسان في فرنسا راه يجاهد، راهي ما راهي انسان شايد في دينه، راه كاين الجوامع الواحد راه يروح يصلي، ولادنا يروحوا يصلوا، انا وليدي في كل جمعه يروح يلبس القميص يتوضا ويصلي في الجامع. كاين المسلمين هنايا شاك جمعه الناس تخرج من الجامع تلقاهم فاي فيا. هنايا اون فرانس الناس يديروا هنا المسلمين يفرحوا، وايضا يديروا العيد نتاعهم الاعياد المناسبه، يحتفلوا بالاحلاد الاعياد المناسبات الدينيه كيما العيد الاضحى عيد الفطر المولد النبوي الشريف.
ميم كاين ايسون يقول لك بلي حرام المولد النبوي الشريف وحرموا علينا بزاف صوالح. انا مانيش سلفيه، انا ام سنيه ومانيش مع الدين العسر، الدين يسر، انا مع الدين اليسر، الدين هو واحد قران كريم، اما بعد ذلك وقبل ذلك انا ابو ودين تاعي هو القران الكريم وخلاص. السلام عليكم، اللي حاب يهضر قبيل واسي.